الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى. روسيا تعلن تحقيق أهداف اليوم الأول للعملية العسكرية في أوكرانيا ومشروع قرار أمريكي على طاولة مجلس الأمن. مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتؤكد أهمية تغليب لغة الحوار. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتدي تلك الطرق والمحاور. وخلال اجتماع آخر وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، ما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفرولي، والسيد طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤي الشرفة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق الأوسط وأفريقيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بداية من مراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلومترا لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.
وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، فضلا عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملا مع ما تم في منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مسجد مصر، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لا سيما قاعة دار القرآن الكريم، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وساري العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا. كما تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى. أكد الرئيس السيسي أن جائحة كورونا لا تزال تمثل أزمة إنسانية بوجه عام، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات الأزمة من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها. تأكيد جاء خلال كلمة الرئيس بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية. قد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم. فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي. فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب، ولقد استطاعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها ونبذل في الوقت الراهن جهوداً شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التي واجهناها ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. بل واستطاعت مصر أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.
كما شدد الرئيس السيسي على أنه لا خروج من أزمة كورونا دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك. وفي كلمة بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعافي من الأزمة ممكن إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة. أولاً، أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك. وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموا صعوبة جمة في تجاوزها. ثانيا، إن التعافي من الأزمة ممكن إذا توفرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الآليات الواضحة والمسؤوليات المحددة. ثالثا، إن إعادة ترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. رابعا، أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية في صياغة سياسات للعمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها. وأود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق، خاصة النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2021 ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام محوره الإنسان. أكد الرئيس ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. تأكيد الرئيس السيسي جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كازاخستان قاسم توكايف. وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص استثمار تبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة. من جانبه، أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدا اهتمام كازاخستان متبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين. في ساعات الصباح الأولى شنت روسيا هجوما عسكريا شاملا على أوكرانيا من البر والجو والبحر. ومع بدء الهجوم سمع دوي الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وانطلقت صافرات الإنذار في أنحاء المدينة. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.
وأضافت الدفاع الروسي أن القوات قد أنجزت كل أهدافها المحددة لهذا اليوم. كان الكريملين قد أعلن في وقت سابق أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة لذلك، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي قد طلب بشكل واضح عدم نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا. بالتزامن، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية التي تشن هجوما على أوكرانيا سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية. وقال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن بلاده خسرت السيطرة على موقع تشيرنوبيل بعد معارك شرسة. وكانت كييف تحدثت في وقت سابق عن وقوع معارك قرب المنشأة النووية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر. وخلال كلمة له بشأن التطورات في أوكرانيا، أضاف بايدن أن بلاده ستفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها وستخفف أثرها على الحلفاء، مشيرا إلى أن العقوبات ستحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم يكن أمامها أي سبيل آخر للدفاع عن نفسها سوى شن هجوم عسكري على أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماع عقده في الكرملين مع رجال أعمال روس إن ما يجرى حاليا هو إجراء قسري، ملقيا باللوم على ما وصفه بتعنت كييف والغرب، ذلك بشأن المطالب الأمنية التي قدمتها بلاده، وفي مقدمتها تعهد من الناتو بعدم انضمام أوكرانيا إليه في المستقبل. ومن جهة أخرى أكد بوتين أن بلاده لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي أو أن تستبعد منه، مشيرا إلى أن بلاده استعدت لعقوبات جديدة ضد اقتصادها، داعيا رجال الأعمال إلى إظهار التضامن مع الحكومة الروسية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الابتعاد عن استخدام القوة ضد أي دولة، مضيفا إلى أن العالم يحتاج إلى السلام. Stop your troops from an offensive to the Ukraine. Give peace a chance because too many people have already. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن من المرجح أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدين روسيا لهجومها على أوكرانيا، ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من أوكرانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي إن روسيا ستصوت بالرفض لمشروع القرار بموجب حق الفيتو، ولكن الأمر من المرجح أن يرفع بعدها للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعلانه لموافقة مجموعة السبع على دفعة من العقوبات ضد روسيا. وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لمجموعة السبع أن هجوم روسيا على أوكرانيا يمثل تهديدا خطيرا للنظام العالمي. وأوضحت الوكالة أن الهجوم يضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجانب السيء من التاريخ، مشيرة إلى تأييدها استقرار إمدادات الطاقة العالمية واستعدادها للتحرك عند الحاجة لمواجهة أي اضطراب محتمل في الإمدادات. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا برا وجوا وبحرا. وفي كلمة أمام البرلمان قال جونسون أن هذا يشمل جميع الشركات الصناعية الرئيسية التي تدعم آلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسي، مؤكدا حظر نشاط شركة إيرفلوت في المملكة المتحدة. دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بيلاروسيا إلى عدم المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا، في وقت تستخدم روسيا وفق كييف الأراضي البيلاروسية الهجوم على أوكرانيا. وقال ميشيل إن شعب بيلاروسيا لديه الخيار بعدم المشاركة في مأساة غير مجدية ضد جيرانه في أوكرانيا. The European Council will convene today and will agree in principle on a package of massive and targeted sanctions. We'll also decide on political, financial and humanitarian aid for Ukraine and its people. Ukrainian cities have been hit, innocent people killed. Women, men, children are fleeing for their lives. They need our staunch support more than ever. Since the end of the Second World War, the EU and its member states, together with our allies, will hold Russia accountable. The European Council will convene today and will agree in principle.
Ακριβώς. Εγώ μόλις έφτασα τώρα κάποια στιγμή.
حملت رئيسة المفوضية الأوروبية أوراسولا فون دير لاين روسيا المسؤولية عن الانتهاك الصارخ لوحدة أوكرانيا وسيادتها. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الناتو والاتحاد الأوروبي أكدت لاين أن هناك حزمة عقوبات قوية على روسيا تنتظر موافقة قادة الاتحاد. وبدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الهجوم الروسي انتهاك للقانون الدولي وهو هجوم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن بوتين قد شن عدوانا غير مبرر على أوكرانيا. وسبق المؤتمر الصحفي المشترك إعلان أمين عام حلف الناتو يانس ستولبرغ عقد اجتماع لزعماء الحلف غدا لبحث الخطوات المقبلة والرد على العدوان الروسي ضد أوكرانيا. وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف قرر زيادة قوته في الجزء الشرقي موضحا أنه دعا روسيا لسحب قوتها من أوكرانيا فورا. رغم الإنكارات والمعلومات المضللة فإن نية الكرملين واضحة للعالم حتى يراها. قيادة روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحركاتها المتهورة وعن حياة الناس الذين قتلوا. الناتو يندد بغزو روسيا لأوكرانيا بأقصى العبارات، إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحرك عدواني ضد دولة مستقلة ومسالمة وذات سيادة وتهديد جدي للأمن الأطلسي. نحن ندعو روسيا لأن توقف عملياتها العسكرية فورا وتسحب قواتها من أوكرانيا وتختار الدبلوماسية. من جانبه شدد المستشار الألماني أولف شولتس على ضرورة الحرص على عدم تمدد النزاع إلى دول أوروبية أخرى. ودعا شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم الاستخفاف بتصميم حلف الأطلسي على الدفاع عن كل أعضائه وعن أوكرانيا، محذرا من أن بوتين يحاول شطب أوكرانيا من الخارطة بعدما بدأت روسيا هجوما عسكريا واسع النطاق على جارتها الغربية. أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستعمل على حماية الرعايا الفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي حول الأزمة الأوكرانية قال الرئيس الفرنسي إنه سيكون هناك عواقب طويلة الأمد ردا على ممارسات روسيا في أوكرانيا. توقعنا معا هذه الأزمة، وذلك من خلال بدء حوارات مكثفة مع حلفائنا ومن خلال الشركاء الأوروبيين. فعلنا كل ما بوسعنا لإيقاف ما حدث في أوكرانيا، ولكن نحن الآن مستعدون لهذا الاعتداء وسنرد بكل برودة أعصاب وبكل عزم وبكل اتحاد وتوحيد، وسنتخذ قرارات من خلال اجتماع مجموعة السبع بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية مساء اليوم بالإضافة إلى اجتماع دول الأعضاء في الناتو في الساعات المقبلة. We'll be right back.
تتابع مصر بقلق بالغ التطورات المتلاحقة المتصلة بالأوضاع في أوكرانيا. وتؤكد مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا، ما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين وما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهورها، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، كذلك أثرها على المنطقة والصعيد العالمي. هذا وفي إطار التطورات المتسارعة حاليا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المقيمة في أوكرانيا، فضلا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها وأرقام التواصل معها. كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولا بأول ما يستجد من إرشادات في هذا الشأن. وفي ضوء مستجدات الموقف بأوكرانيا، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.
وأكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على متطلباتهم في المرحلة الحالية. هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، واستهدف الاجتماع متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية بما يسهم في توفرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية. وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية. Die Ukraine zu verlassen, to offer the continued support of the UK. Ukraine is free and independent. أكد رئيس مجلس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من جانب كافة الأجهزة والجهات. وخلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أشار مدبولي إلى ما تم من تنسيق مع الوزارات لتنفيذ المحاور المختلفة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية، وكذا الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة وذخائر غير المرخصة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار.
بنطاق محافظة الإسماعيلية، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مكبرة استهدفت بها عدداً من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين تلك المواد. وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، نجحت الحملة في ضبط 9 قضايا مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 22 متهماً بحوزتهم قرابة نصف طن من مخدر البانجو و 344 كيلوغرام ونصف من مخدر الحشيش و 8 كيلوغرامات ونصف من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأفيون، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري وهواتف محمولة و4 سيارات ودراجة نارية والأدوات المستخدمة في إعداد المواد المخدرة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 38 مليون جنيه. جهود الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت لتجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت عناصر تشكيل عصابي من ذوي السوابق الإجرامية اتخذوا من بؤرة إجرامية بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة، ونجحت الإدارة في ضبطهم وبحوزتهم 63 كيلوغرام من مخدرات البانجو والحشيش والآيس و3 قطع سلاح ناري وسيارتان وأدوات تستخدم في إعداد المواد المخدرة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب3,500,000 جنيه. نجاحات الإدارة تواصلت، فقد تمكنت وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب وترويج مخدري الآيس والحشيش، واتخذ عناصره من دائرة قسم شرطة سافاجا بالبحر الأحمر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. ضبط عناصر التشكيل تم في كمين أعد لهم أثناء استقلالهم سيارة ودراجة نارية وبحوزتهم 20 كيلوغرام من مخدر الآيس و25 تربة من مخدر الحشيش، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة ب40 مليون جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. آخر أخبار المال والأعمال مع الزميل رجاء رمزي. شكرا ياسر، شكرا حكمة. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 11 شهراً الأولى من العام الماضي لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نسبته 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. وأضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 8.7% وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالينا غورييفا من خطر اقتصادي كبير على المنطقة والعالم، وذلك بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد النمو العالمي. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه جرى تقييم تداعيات الهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الصندوق مستعد لدعم الأعضاء عند الحاجة. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت التعاملات ذلك على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء. نتحول إلى
المؤشرات، حيث تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغ 3.63% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، فيما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغ 9.2% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة. تراجع أيضا أصاب مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 75 قرشا للبيع، فيما يسجل اليورو 17 جنيها 50 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها 62 قرشا للبيع، فيما وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها للشراء مقابل 21 جنيها 14 قرشا للشراء. هذا فيما وصل بها العملات الأجنبية. إلى العملات العربية، الدرهم الإماراتي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع. الريال السعودي يسجل 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 20 قرشا للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب بحوالي 27 جنيها في السوق المصري، ذلك عقب ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى مستويات 1966 دولار، وذلك بسبب طبعا الهجوم الروسي على أوكرانيا. على الصعيد المحلي يسجل الذهب عيار 18737 جنيها للجرام، فيما يسجل الذهب عيار 21 نحو 860 جنيها للجرام الواحد، فيما يسجل الذهب عيار 24982 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6880 جنيها. إلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب أيضا الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014. ارتفع مزيج برنت إلى 8.76% ليصل إلى 105.28 دولار في 2014. صعد سعر برميل الخام الأمريكي بنسبة بلغت 8.59% ليصل إلى تقريبا 100 دولار. إلى بورصة وول ستريت، الذي هبط مؤشر ناسداك المجمع أكثر من 3% خلال التعاملات، ذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.91%، كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز القياسي بنسبة بلغت 1.65%، في حين هوى مؤشر ناسداك بنسبة بلغت 3.45%. وإلى الأسهم الأوروبية التي تراجعت بنسبة بلغت 3% مع عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مما أثار مخاوف من نشوب حرب في أوروبا، بما يساهم في زيادة التضخم ويعرقل النمو الاقتصادي. انخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة بلغت 2.9%، يسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021. أيضا نزل المؤشر داكس الألماني بنسبة بلغت 3.7% إلى أدنى مستوى له ذلك منذ مارس 2021، متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة عن مخاوف متعلقة باعتماد ألمانيا الكبير على واردات الطاقة الروسية. ووحد ارتفاع أسعار النفط من خسائر المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني، الذي تراجع بنسبة بلغت 2.4%. من المؤشرات الأوروبية مشاهدينا إلى البورصات الآسيوية، حيث سجل المؤشر النيكي الياباني أدنى مستوى له في 15 شهرا عند الإغلاق، مع عزوف المستثمرين في أنحاء العالم عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا. انخفض المؤشر النيكي القياسي بنسبة بلغت 1.81%، هو أدنى مستوياته ذلك منذ 20 نوفمبر 2020. أيضا تراجع مؤشر توباكس الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.25%، سجل المؤشران خسائر لخامس جلسة وذلك على التوالي.
هذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة إلى الزملاء مجددا، إليكم. شكرا لك رجائي. عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرا بعنوان الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي. ناقش المؤتمر مواضيع العولمة الجديدة، ومن أهمها إطلاق قواميس خاصة للحوكمة وكيفية دعم الشباب لتنفيذ أفكارهم الواعدة. منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي عنوان اتخذه مؤتمر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف رسم خطة مستقبلية للتعامل مع الواقع الافتراضي والميتافيرس. طبعا الحوكمة هو على رأس أجندة الدولة، فكرة محاربة الفساد أو حد من الفساد، فكرة تطبيق القانون، استجابة للمواطن، كل دي من معايير أو من أسس الحوكمة الرشيدة. فإحنا كمعهد إحنا بنحاول نروج للكلام ده من خلال دورات تدريبية، من خلال يعني أنشطة مختلفة كتيرة جدا. أنا فخور بالمشاركة في المؤتمر الذي يناقش الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي، وهناك مبادرة جديدة للجامعة الأمريكية وهي للوصول إلى 100 مليون متعلم على مستوى العالم، حيث يستطيع المصريون الاستفادة منها بدون أي تكلفة. يناقش المؤتمر على مدار عدة جلسات مواضيع العولمة الجديدة، ومن أهمها إطلاق قواميس خاصة للحوكمة، دور الميتافيرس وتأثيرها على هياكل الحكم، بجانب استخدام الهولوجرام والروبوتات في جميع المجالات، أهمية الإبداع ومبادرات التغير الاجتماعي ودعم الشباب بأفكارهم الواعدة، بالإضافة لتعاونات وشراكات مع مؤسسات عالمية بين القطاعات الحكومية والخاصة. في المنتدى تحدثنا عن الحوكمة والعالم الافتراضي من خلال الاعتماد على تطبيقات ثلاثية الأبعاد والتي ستساعد على التواصل بين البشر، وبالتالي على إتاحة إمكانيات ضخمة في الكثير من القطاعات المختلفة، خاصة في مجال الحوكمة والإدارة. خطة محكمة من الدولة بتوجيهات رئاسية للحوكمة والإدارة ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتجهيز لتحديات المستقبل برؤية عصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن جاء موعد الجولة في الأخبار الرياضية. مرة أخرى إليك رجائي. شكرا حكمة. شكرا ياسر. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. عاد بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتا، ذلك بعد فوزه على مضيفي البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة العاشرة من المسابقة، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 81 ليرفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز 13. يستضيف الرجاء الرياضي المغربي غدا فريق حوري الغيني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في مباراة أخرى بالجولة ذاتها. يحل وفاق سطيف الجزائري ضيفا على أمازولو الجنوب أفريقي، بينما يلتقي المريخ السوداني مع الهلال السوداني. أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعهد باتخاذ قرارات في اجتماع طارئ للجنته التنفيذية غدا الجمعة، ذلك ذكر اليويفا في بيان له أنه يشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا، ويدين وبشدة الهجوم العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة رويترز للأنباء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سينقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية وذلك إلى مكان آخر.
أوروبيا. أيضا ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم ليفربول دياغو جوتا يقترب من اللحاق بالمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل. ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن جوتا استجاب وبشكل جيد للعلاج، وذلك في الأيام الأخيرة بعد إصابته في أربطة الكاحل، لدرجة أنه تمكن من المشاركة في جلسة تدريب خارجية على العشب. وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية مشاركة جوتا أمام تشيلسي، لكنه يجب على الدولي البرتغالي خوض حصتين تدريبيتين غدا وبعد غد دون أي مشاكل. نهاية أخبارنا الرياضية مشاهدين، عودة مجددا إلى الزملاء حكمة وياسر، فإليكم. شكرا رجائي. رصدت عدسات الكاميرات نزوح مئات الأوكرانيين من بلدهم إلى بولندا المجاورة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتجمع مئات الأوكرانيين من أجل العبور إلى الجارة الغربية والتي تستعد لتدفق المزيد من النازحين، ذلك بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي. وتشترك بولندا بحدود طويلة مع أوكرانيا، ويقيم على أراضيها نحو 1.5 مليون أوكراني. أخبار الطقس، نعود مرة أخرى إلى رجائي. شكرا ياسر، شكرا حكمة. مشاهدينا، توقعات درجات الحرارة نتابعها وإياكم في هذه الوقفة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وأيضا السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه درجات مشاهدينا الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. طبعا نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 18 الصغرى 11، الإسكندرية 18 10، مطروح 18 11، بورسعيد 18 10، أما الإسماعيلية فالعظمى فيها 17 والصغرى 12، السويس العظمى فيها 18 الصغرى فيها 12، العريش 19 11، طابة 20 16، شرم الشيخ 24 14، أما الغردقة فالعظمى فيها 23 والصغرى 14، الأقصر العظمى فيها 23 الصغرى فيها 11، أسوان 23 13، الوادي الجديد 24 8، شلاتين 23 12، حلايب العظمى فيها 24 والصغرى 13. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. Thank you.
والآن مشاهدينا نترككم ولقطة اليوم نتابع. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى. روسيا تعلن تحقيق أهداف اليوم الأول للعملية العسكرية في أوكرانيا ومشروع قرار أمريكي على طاولة مجلس الأمن. مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتؤكد على أهمية تغليب لغة الحوار. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مستمر مع الزميلة الجميلة شفكي المنيري. مساء الخير ياسر، ومساء الخير يا حكمة. والأخبار النهاردة زي ما بنقول الجو كله أخبار في العالم كله، يعني نتمنى الخير والسلامة، وبشكركم واتمنى لكم دايما التوفيق والتألق ياسر وحكمة، دايما متألقين، ولكل صناع نشرة التاسعة بالتوفيق. شكرا شكي، أشكركم شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.